وبينضم لنا دلوقتي عبر الهاتف الاستاذ علاء عزت الناقد الرياضي في الاهرام اللي كان موجود طبعا مع الفريق في تونس. مساء الفل على حضرتك. اهلا بحضرتك. طبعا كنت اتمنى ان انا اكلمك دلوقتي واقول لك مبروك علينا وكلام تاني خالص، بس انا عايز اقول لك طبعا الاول الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الله يخليك. وعايزاك بقى توصف لي الاجواء اللي كانت موجوده في البعثه مع فريقنا مع فريق النادي الاهلي، كانت عامله ازاي بعد الهزيمه امبارح؟ ولحد دلوقتي الكل في صدمه حقيقيه. يعني حضرتك لو طياره رحله طيران 3 ساعات ونص تقريبا كان ممكن بسهوله من غير ما تتكلمي مع اي حد تعرفي الكواليس تعرفي الانطباعات، كله صمت مطلق في الطياره، ما حدش كان بيتكلم حد، الكلام كان محدود جدا، اللعيبه في صدمه مش مصدقين، حاسين ان ده كابوس. يعني تنفع اكتر من لاعب يقول لي انا حد تصدق ان احنا خسرنا 3 وخسرنا بالشكل ده والاجواء كانت بالشكل ده؟ قال لك انا كل بالنسبه لي كابوس ومستوعب القصه ومش مصدقين اللي حصل. يعني حضرتك مش يعني لسه يعني لعيبه النادي الاهلي محتاجه يوم واثنين وثلاثه عشان يبتدوا يستوعبوا اللي حصل. صحيح يعني محتاجين فتره كثيره جدا، وده هيبقى دور الجهاز الفني. يعني لان لعيبه النادي الاهلي بالفعل محتاجين الفتره الجايه دي، وبالفعل هم عندهم 3 ايام اجازه وبعد كده ان شاء الله هيرجعوا ان شاء الله، واكيد هيكون في جلسات كثيره وجلسات مطوله مع الجهاز الفني عشان طبعا يعني يرجع لهم اكيد الثقه في نفسهم تاني. عندنا انطباعات مهمه جدا، يعني اول مباراه للنادي الاهلي مباراه بطوليه مع الوفد الاماراتي في الامارات 22، ودي طبعا خلاص دي مباراه مصريه للنادي الاهلي، ما فيش فيه خيار للبطوله العربيه. البطوله العربيه كانت بطوله ممكن للنادي الاهلي ممكن كان يضحي فيها في وقت من فترات من قبل يفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا والتعامل في التعامل الانديه، لكن خلاص دلوقتي ما فيش. بس دائما ما يرجع الاهلي سريعا بعد الكبوات، هو ده اللي معودنا عليه النادي الاهلي. أكيد بس هي الفكره بس ان اللعيبه مش عارفه مين هيرجع، هل القوه الضاربه ممكن ترجع تاني، هل النادي الاهلي يقدر كل الاوراق دي ترجع في ماتش الوصل الاماراتي؟ النتيجه كانت صغيره، كانت 2-2، يعني حتى التعادل مش هيفيد النادي الاهلي هناك، الاهلي صحيح على خيار واحد بس هو الفوز. يعني امبارح النادي الاهلي كان بيلعب على اكثر من خيار، لكن في الوصل الاماراتي لا، الوصل الاماراتي الاهلي بيلعب على خيار واحد فقط. النادي الاهلي امبارح كان بيلعب على اكثر من خيار لدرجه ان احنا كنا لغايه اخر لحظه مستنيين هدف واحد بس طبعا يدخل. طبعا ده يعني انا بتكلم عن النادي الاهلي بقول لهم انتوا فقدتوا الاحساس انكم انتوا تكسبوا المباراه، قال لك انا الحكم صفر. بقول لهم حتى لما كسبوا 0 لكن لما كسبوا 0 كنا عارفين ان احنا لو جبنا جون خلاص هنلعب ضربات جزاء ضربات ترجيح وممكن كنا نوفق فيها وكده. يعني اقصد ان هم كان عندهم خيارات لدرجه ان حتى لما كانت النتيجه 3-0 للترجي صحيح احنا لغايه الدقيقه 90 وبعد الدقيقه 90 واحنا بنقول خلاص يمكن في الوقت البدل الضايع يعني يمكن يحصل وده بيحصل كتير مع النادي الاهلي، بس قدر الله ما شاء فعل. اكيد لكن دلوقتي خلاص هم دلوقتي عارفين عندهم تحديات صعبه جدا ووقت صعب جدا والاصابات كثيره جدا. يعني لسه طبعا بس الحمد لله في فتره توقف، يعني في فتره توقف فتره كافيه جدا للنادي الاهلي تعود كتير. يعني صحيح يعني ادي امبارح النادي الاهلي خرج كاسر عمرو السليه وخسر محمد هاني، فالحمد لله ان او من فضل حظ النادي الاهلي ان في فتره راحه طويله يعني لحد صحيح في فتره كويسه للتاهيل الفني. استاذ علاء احنا اتكلمنا عن الكواليس ما بعد اللقاء ووصفت لنا طبعا عن الحاله المعنويه السيئه جدا اللي بيمر بيها لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني والاداري حتى الصحفيين كل المرافقين لبعثه النادي الاهلي، وكمان سمعنا ان كان في لعيبه دخلوا في نوبات بكاء كبيره جدا بعد اللقاء. صحيح لا اثناء اللقاء يعني في احد اللاعبين بكى بعد الهدف الثاني، وفي لاعب اثنين لعيبه بكوا وقاموا من على الدكه عشان ما حدش يشوفهم بكوا بعد الهدف الثالث، واحنا كنا في المقصوره الاعلاميه وشفناهم. لكن عايزين طيب نتكلم بقى عن كواليس ما قبل اللقاء من ساعه ما وصلنا او وصلت بعثتنا لتونس لحد اللقاء، شفنا فيه احداث كتيره قوي حصلت، شفنا كان فيه هجوم على اتوبيس، كان فيه لاعب عندنا اتعور اخذ 8 غرز في دماغه، عايزين نعرف الاحداث دي حصلت ازاي وايه الدنيا وصفها لنا كانت ماشيه ازاي هناك. يعني اعتقد النادي الاهلي يعني مش عارف انا ممكن اقول النادي الاهلي اخطا خطا مبكرا لتونس، انا شايف ان ده كان خطا لان ده زود الضغوط على النادي الاهلي. انا كان من وجهه نظري النادي الاهلي كان بيسافر يوم الاربعاء
مش الثلاث، ويوفر حمل يوم يوم كامل حمل من الضغط النفسي على اللعيبه، طبعا الضغوط طبعا النفسيه. حتى التدريب كان يتمرن في القاهره افضل بكثير جدا ما كان اليوم الاولاني، ان هو يقطع يعني التدريب الاول مثلا لعبت النادي الاهلي انتظر ساعتين في الاتوبيس، وبعد كده اتحركنا، وبعد كده خدنا المسافه في 50 دقيقه او ساعه تقريبا عقبال ما نوصل الملعب، يعني في 3 ساعات ضاعوا. وفي الاخر الملعب ما كانش ملعب كويس، ملعب الفرع الرادس، الاضاءه ضعيفه جدا، كان في ناموس ازعج اللعيبه كتير جدا. فانا شايف ان كان من افضل للنادي الاهلي ان هو كان يسافر يوم الاربعاء. صحيح. وبالليل كمان، ومش بيسافر كمان الاربعاء، كان لعيبه النادي الاهلي كان يسافر تدريب واحد بس يوم الجمعه، يوم المباراه الخميس. الخميس يوم الخميس كان ممكن يتمرنوا تمرين واحد بس يا ريت، ويخوض المباراه دي. ده كان الافضل يعني، وخاصه ان احنا كنا قاريين الاجواء مبكرا، كنا عارفين ايه اللي هيحصل مبكرا من خلال رصدنا الاعلامي التونسي، كنا عارفين مدى الشحن الموجود هناك، فكان من الافضل ان احنا نبعد اللاعبين اكبر وقت ممكن عن الشحن ده، وخاصه ان لعيبه النادي الاهلي كمان قعدت 3 ايام كل تحركاتها في موقف بوليسي، موقف بوليسي، موقف بوليسي، وده خلى لعيبه النادي الاهلي نفسها يعني المشهد المشهد تاميني، لكن يحكيلك بمشاهد ثانيه، يعني يحكيلك ان مجرد مباراه كره قدم. يعني انا في احد اللاعبين بيقول لي احنا كان طول الوقت واحنا رايحين الملعب بنتكلم على التامين، مش بنتكلم على ان احنا رايحين نتمرن، بنتكلم على التامين. يقول بص طب ازاي بالتامين الهائل واللي شفناه واللي سمعنا عنه ده، وبرده بتتعرض حافله الفريق للهجوم وطوب بيتحدف ولاعب بيتعور وثمان غرز، موضوع كبير مش صغير يعني، ازاي مع وجود التامين ده بيحصل فعلا برده هجمات على الفريق؟ ازاي حصلت في المتر الاخير، يعني استاذ شيماء ده المتر الاخير في الموقف، يعني خلاص الموقف وصل بالفعل والتصوير استقر تماما في مكانه، وخلاص الجماهير الترجي كانت موجوده في المدرجات، المدرج سمح لهم انهم يبصوا لاسفل، اسفل طبعا شافوا تصوير النادي الاهلي، فكان سهل جدا انهم يلقوا عليه الحجاره والسماريل، لكن ده ما يمنعش ان الامن التونسي بجد يعني كان تامينه يوم المباراه كان تامين اكثر من رائع، وطائرات الهليكوبتر في السماء كانت موجوده بتامن الطريق، حتى الجماهير المصريه في بعض الناس قالوا ان احنا تعرضنا لمضايقات، لكن انا ان على مكتب الطياره واحد راجعين دلوقتي مجموعه من جماهير النادي الاهلي لا نفوا الكلام ده، قال بالعكس هم كانوا بيتعاملوا معانا بشكل كويس جدا، ما كانش في اي حاجه. والمناوشات اللي حصلت كلها حصلت في محيط الاستاد، وده امر طبيعي جدا، في اللحظة الأولى أو في لحظة الاصطدام خلاص المباراة على وشك وجمهورنا دي وجه لوجه، فده طبيعي جدا جدا بتحصل بعض المناوشات يعني، لكن مش هي دي القصة الحقيقية، لكن أو مثال مشكلة، لكن المشكلة كانت في الضغوط الإعلامية. صحيح. النادي الأهلي اتعرض لحرب من الاتحاد الأفريقي، حفلة بيانات ضد النادي الاهلي، حتى الاعلام المصري ما شفناهوش واقف مع النادي الاهلي. لا لا اطلاقا اطلاقا اطلاقا، انت حضرتك بتتكلم على نجوم كره للاسف الشديد، منهم واحد لعب في النادي الاهلي قبل كده، طلع بيقول لك الحكم الجزائري اللي جه قدام مباراه الذهاب جاي متظبط جاهز. انا بكلم الاعلام التونسي قال احنا والله العظيم والله العظيم كل اللي بنعمله كل اللي بنجيب تصريحاتكم انتوا، قال انتوا نفسكم كنتوا انتوا اللي بتتهموا ان الحكم فاتك، مش احنا اللي بنقول الحكم فاتك. فقال طبعا ده قال وورونا فيديوهات لبعض للاسف الاعلاميين ولاعيبه الكوره منهم للاسف واحد لعب في النادي الاهلي قبل كده للاسف الشديد، قالوا له دي تصريحاته، واحنا كنا بنستنى برامجكم الرياضيه عشان نشوف الاجواء عندكم. صحيح. واجواءكم الرياضيه كانت سلبية جدا، وأبوكم الرياضية كانت بتقول إن الحكم سيء وإن الحكم فاسد، وده طبعا ده الإعلام اللي هو عطى فرصة للاتحاد الأفريقي إن هو ينزل عقوبات على النادي الأهلي. صحيح صحيح. فدي الأجواء يعني، دي طبعا لما اعتراف أهل البيت نفسهم، لما الإعلام المصري بيقول إن الحكم الجزائري جاي متظبط جاهز، وكأن فوز النادي الأهلي ببطولة زي دي هينقص من عدد بطولات أندية تانية مصرية طبعًا مثلا. طبعًا طبعًا. حاجة غريبة طبعًا جدا. عكس موقف إدارة النادي الأهلي وبعثة النادي الأهلي لما عرفنا إن رئيس نادي الزمالك تعرض لمداخلة هاتفية كان فيها من الإعلام التونسي، ودي سقطة طبعًا. بس أنا ما أظنش إن هو ده أو البرنامج ده أصلًا بيمثل الإعلام التونسي يعني. إحنا هناك أصلًا قرن رسمي، وحتى مع حديثنا في وسائل الاعلام التونسيه كنا بنسجل انزعاجنا الشديد وصيانه شديد
من المداخله لمديريه المداخله الهاتفيه، قناه الاهلي، قناه النادي الاهلي كمان اكثر من مره. يعني شفت الكابتن طلعت عبد الله كابتن طلعت عبد الله كان بيستنكر هذا الامر، وده وصل للاعلام التونسي ان لا نسمح، لا نسمح مهما كانت المنافسه بيننا وبين نادي الزمالك ان احنا نسمح لاهانه رئيس نادي الزمالك، وده وصل للاعلام التونسي، وده يمكن اللي خلى شويه الاعلام التونسي او استاذ علاء الاعلام التونسي ان احنا مستائين جدا من اللي حصل ده. الاعلام التونسي كان محتاج برضو مجلس اعلى للاعلام عندهم عشان يعيد لهم الانضباط في البرامج زي ما عندنا كده. بالظبط بالظبط الاعلام التونسي، ولكن يخفيك انه كان يا شيماء في الاخر كان عصام راجل واحد في الاخر يعني. صحيح. يعني حضرتك لما تشوف كل البرامج الرياضيه في تونس، لا كان منتخب تونس بيلعب مش فريق. مش فريق يعني، ده بيكون منتخب تونس هو اللي بيلعب. صحيح. لكن عندنا احنا ديك شايفه بعض البرامج اللي بتستهدف النادي الاهلي طلعت بتتكلم على ان الفريق ضعيف، ان الفريق الاهلي يستحق تتويج البطوله قبل ما يسافر، اللي بيتكلم عن ان الاتحاد الافريقي ملاك للنادي الاهلي. للاسف الشديد كل ده انطباعاتهم وصلت هناك، ويمكن ده كمان عمل دور سلبي على الاتحاد الافريقي كمان. احنا للاسف اللي هزم النادي الاهلي هو الاعلام المغرض للتنظيمات. بشكرك جدا استاذ علاء عزة الناقد الرياضي، بشكرك على وجودك معانا في كلام في الميديا. نرجع